تفضل العائلات القسنطينية اقتناء مختلف المأكولات والتوابل التقليدية ابتهاجا بشهر رمضان المبارك، ولا تكون إلا بمحل الحاج حسين بقلب المدينة القديمة، محل يتوفر على كل ما هو تقليدي وقسنطيني أين تجاوز عمره قرنا من الزمن. كما الحوايج الشعب بكري أكفهم، كما الفريك، كما البسيسة، كما الروز، الحوايج تاع رمضان، تما الاجواء تاع رمضان. كل عام حنا كل حال حنا المحل هذا يخدم توابل ثاني العام ب 12. هذا من كي كانوا والدينا كانوا يقضوا عليه، هو والرحال الاخر اللي بنيه، نجيبوا القمح، الشعير، الحمص. ريحة مختلف المأكولات بطرق تقليدية وبآلات تجاوزت المئات من السنين، حيث تداول الأجيال على هذا المحل وظل محافظا على تقاليد وعادات أهل المدينة الذين بدورهم يتوافدون عليه ويستذكرون الأيام الجميلة. نرحيو اللوز ونرحيو الرفيس، نرحيو كاوكاو تاع الغربية تاع الورقة، نرحيو كل الشوف خويا، اي حاجه تترحها نرحيوها احنا عندنا، نرحيو الفريك، نرحيو المرمز، نرحيو البسيسه، عندنا الماشينات خويا تاعنا هادو راهم حبيبنا، راهم تاع جد جدنا، مازلنا الان نستعملوهم ونخدموا بهم. هم جينا نقضيو من عند الحانوت نتاع اللي نضنا فيها وحنا نلعبوا نتاع الحاج حسين، البركه هذه خاطر ماه كل شيء عنده، ونرحيو من بكري عنده الجوز، اللوز، الشي نتاع البقلاوه، الشي تاع القطايف، الشي تاع هنا نرحيوه. محل يعتبر موروث ثقافي لما يتوفر من مأكولات تميزت بها مدينة الجسور المعلقة الضاربة للتاريخ.